طب دكتور عبد العال، ايه رأيك في الارقام المذكوره وعندنا والله هو ازمه الارقام معينه؟ يعني يمكن بتشرف ان انا عملت الاحصائيه دي اعتمادا على بيانات هيئه الرقابه على الصادرات والواردات. لما شفنا الكلام ده اتصدمنا ان احنا بنستورد خامات صناعيه او انواع من الاملاح مدرجه تحت بند الاملاح، وانا عندي الامكانيات الرهيبه لانتاجها. يعني احنا اتكلمنا حضرتك والدكتور عبد اللطيف، الإحصائية اللي حضرتك عملتها أعتقد يعني أمام المشاهدين. يعني زياده على الامكانيات اللي موجوده عندنا. احنا اتكلمنا على ساحل البحر الاحمر، اتكلمنا على ساحل البحر المتوسط، نسينا خليج السويس وخليج العقبه، نسينا الكنز اللي ربنا بعته لنا في منخفض القطاره، الملح الصخري اللي موجود اللي بيقترب حجمه من 16 مليار طن موجودين على ارضنا، ودي ثروه متجدده. في نفس الوقت احنا بنتكلم زي ما قال الدكتور عبد اللطيف على 14 ألف صناعه على طن الملح.